السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي راح نهضروا فيها على التست دريفن ديفلوبمنت، وان شاء الله نعرفوا مفاهيم اللي نحيو بها اللبس على كل ما يتعلق بالتي دي دي. اولا كاين ناس بالك اللي تعرفني، كاين ناس اللي ما تعرفنيش. شريف بوشلاغم، هذا تويتر تاعي والجيت هاب. بور انفورماسيون للمعلومه، انا راني في لاكور تيم تاع الكان جي اس. كان جي اس سي C'est un framework JavaScript. Bien sûr, il ne faut pas l'utiliser. في الأجندة ولا في البرنامج تاع اليوم راح نهضروا وش هو التي دي دي وعلى هن نستعملوه والأنواع تاع التست، وش هو اليونيت تيستينغ واليونيت تيستينغ ولا الخصائص تاع اليونيت تيستينغ والقوانين، ثلاث قوانين تاع التي دي دي، وكيفاش نستعملوا التي دي دي، وش كيفاش حتى التست تاعنا يجوز، وكيفاش نتعلمو التي دي دي ونديرو لايف كودينغ. بيان سور انا راني نسجل وما كانش اسئله باسكو هذه مسجله، هذا درتها في الالجيستيك ميتاب الاخر. هاد لي سلايدز راني نعاود فيهم هكذا باش المنفعه ان شاء الله تكون عامه، ولكن عندكم اسئله بيان سور تقدروا تخلوهم في لي كومونتير. الوغ وات از تي دي دي، وش هو تي دي دي؟ سولون ويكيبيديا هو is a software development process that relies on the repetition of very short development cycle. واش معناها؟ سيك سي بروسيس تاع ديفلوبمون تاع لي لوجيسيال اللي هو متعلق بالاعاده ولا لا ريبيتيسيون تاع سيكل صغير دو ديفلوبمون. عندنا لي هذوك تو سكي سبيسيفيكاسيون راح يولي هو دي تيست كيسز ولا دي هذوك اللي يولي تيست كيسز. هذه دي درت شويه منها في البي اتش بي سباك، والكود راح يكون نمبروفيوه بطريقه يعني كما شفنا وصف البي اتش بي سباك بطريقه ناشئه، مش ضربه واحده يكون عندنا الالغوريثم تاعنا ولا لا سوليسيون اللي تجوز لنا لي تيست كاع. وهذا تي دي دي اول واحد اللي استعمل لو تيرم تي دي دي كان كانت باك في عام 2003. والهدف منه باش يمد الثقه للديفلوبر، سي با انه الهدف منه باش نديرو تيست. نعم هو عنده علاقه شويه مع التيست ونشيكيو لو كود اسكو يجوز ولا لا، مي الاهم حاجه هي باش نديرو الثقه للديفلوبر، وهذا هضر عليها في الكتاب تاعو في التيست دريفن ديفلوبمنت باي اكزامبل. قال التيست دريفن ديفلوبمنت هو از واي of managing fear during the programming، باسكو حنا لي ديفلوبر عندنا الخوف بزاف، عندنا الخوف من الشونجمون. واحد يجي يقول لنا بدل لي الكود، نخافو نبدلو لا تكنولوجي اللي نخدمو بها، نخافو نديرو شونجمون في الكود والابليكاسيون تاعنا تتكاسا في جهه اخرى، انسي دو سويت. هاد دي بروبليم كاين منهم اللي نقدروا نحلوهم بالتست دريفن ديفلوبمنت. هذه تي دي دي شود جيف كونفيدنس، الناس اللي تخدم بالتي دي دي يعني تبعوا بطريقه احترافيه وكيما يلزم، راح تشوفوا باللي عندهم الثقه في نفسهم. كيما الناس اللي يخدموا لي فريم ورك ولا لي ليبريري ديما تلقى عندهم لي تيست وتلقى عندهم ثقه، باسكو على بالو باللي الكود تاعو يمشي. بون ما كانش كود ما فيهش لي بوغ، مي معظم تاع الكود راهو ما فيهش اخطاء، ولا الكود اللي تيستاه هذاك ما فيهش اخطاء. وعلاش نيتيليزيو التي دي دي؟ يعني واحد يقدر يستثمر في الوقت باش يتعلم التي دي دي، يقدر انيبل سكيلين ليد تو بي ذا ديزاين، انيبل تشينج، بريفنت ريجريشن، سبيسيفاي بيهافير اند دوكيمنت ذا كود. سيتادير الكود اللي راح نديرو له التي دي دي راح يكون يسكيلي، باسكو كل ما نزيدو دو كود ولا راح نعرفو فاسيلمون اسكو الكود تاعنا راه يجوز ولا لا. و التي دي دي لا تيست دريفن ديفلوبمنت يبوسينا باش نديرو ان كود مصمم مليح. اي بوسي باسكو كاين دي راجل ولا قواعد كيفاش نكتبوا الكود اللي يكون تيستابل. وبيان سور كيما قلنا سيك انيبل تشينج، سي تادير تي دي يخلي لك الباب مفتوح باش تبدل لو كود تاعك. نروح ندير انا ريفاكتورينغ ولا انا نروح نزيد نكتب التاست تاع هذيك لابارتي اللي بدلتها ونقدر نشوف اسكو جاز لي ولا لا.
وبيان سور اشاك فوا كي نديرو شونجمون راح نديرو تيست سيتادير هنا راح لي ريغريسيون راح يكونوا ناقصين. والاهم حاجه وسي يقدر نشوفو سي كوال بيهافير تاع الكود تاعنا سيتادير السولو كيفاش راح يكون كيفاش يمشي ويكون لي تيست اللي نكتبوهم راح يكونوا كوم دوكيمونطاسيون للكود سيتادير كون غدوه انا واحد من الناس نروح لقيت هاب قبل ما نشوف ليبريري لا دوكيمونطاسيون تاعها نروح نشوف لي تيست نفهمها كيفاش تمشي الامثله هذوك اللي مدايرهم في التيست يفهموني هاد لا ليبريري ولا الفريمور كيفاش يمشي قبل ما نقرا مام لا دوكيمونطاسيون. انواع التيست types of tests نشوفوا على الدروات مع على الدروات تاعي بيان سور البيراميد دو تيست الهرم تاع الانواع تاع التيست عندنا نقراوه من القاعده سيتادير من تحت من هنايا مليون تيست حتى للفوق عندنا اليونيت تيست سيرفيس ولا انتجريشن تيست ولا اليو اي ولا الان تو اند تيست. واش معناها هذا الهرم؟ في اي نظام ولا في اي تطبيق ولا ابليكاسيون اليونيت تيست هما لي نورمالمون يكونوا اكثر من النوعين الاخرين هما سيرفيس تيست ولا اليو اي تيست. علاش يكونوا هما الاكثر؟ باسكو ما يسقاموش بزاف في الوقت ويتيكزيكوتاو رابيدمون. علاش يتيكزيكوتاو رابيدمون؟ باسكو يكونوا اون ايزولاسيون لي يونيت تيست ما عندهمش علاقه بالباز دو دوني ما عندهمش علاقه بالويب ما عندهمش علاقه باليو اي سي كيفاش نتستيو لي زالغوريتم تاعنا ولا لي لوجيك تاعنا دون مانيير ديكوبلي على العالم الخارجي. كي نقولوا العالم الخارجي هو الفريم ورك هو لي ليبريري اكسترن هو الويب هو اليو اي هو لا كونسول اي ان سي دو سويت. سيرفيس تيست ولا الانتجريشن تيست كما يقول الاسمو سي كيفاش لي كومبوزون اللي درناهم في اليونيت تيست يمشيو مع بعضهم كي نكوبليوهم مع بعضهم اسكو راح يعطونا الريزلت اللي رانا نستناو فيه. ومنها وسي في السيرفيس تيست نقدروا نلقاو الداتابيس تيستين. واليو اي تيست سي نلونسيو التيست تاعنا من اليو اي حتى نلحق لاباز دو دوني ونشوفو اسكو يعطينا الريزلت الصحيح كيما رانا نستناو ولا لا لا ونشوفو السهم اللي راه من تحت كاع اللي راه يكون هو فاستر سيتادير يكون في ليكزيكيسيون تاع ستاتيك يكون بلو رابيد. وكل ما نطلعوا الفوق كل ما نطلعوا لليو اي لي تيست تاعنا رايحين يكونوا بلو كوبلي سيتادير عن متعلقين ببعضهم بزاف لي كومبوزون تاعنا ورايحين يكونوا يتعطلوا باسكو سلاور يكون بطيء التيست باسكو يتوشي للويب يتوشي الويب سيرفيس يتوشي لاباز دو دوني هاد الانفراستركتور كاع تعطلنا لي تيست. على هذيك نلقاو اليونيت تيست بزاف ونلقاو هو المونشير مونشير كوتي طون بيان سير في الوقت ما يسقمناش بزاف في الوقت في الاكزيكيسيون ولا حتى في الكتابه تاعو ما يسقامش اليونيت تيست بزاف. كما قلنا تي دي دي في هاد لا بريزونطاسيون راني نهضر بوكو بلوس على اليونيت تيستين سيتادير السيرفيس تيستين ولا الانتجريشن تيست واليو اي تيستين ما نهضروش عليه. واش هو اليونيت تيستين؟ اليونيت تيستين سي a unit test is a piece of code that tests a unit of work, a method class or cluster of classes that implement single logical operation which accessible through public interface. وشي unit test سيتادير نتستي وحنايا ولا نختبر وحدة تعمل وشي الوحدة العمل قدرة تكون method قدرة تكون class قدرة تكون حتى collection de class سيتادير مجموعة من لي كلاس اللي هما اللي يديرونا in logic ونحبو نتستيوها. وهذا التعريف راني جبته من الكتاب developer testing. وشي الخصائص تاع unit test they are fully automated سيتادير راهو يكونوا automatisé كاع self verifying يقدر يفيريفو روحو اسكو راهي لا لوجيك هذيك مشات ولا لا لا يكونوا ريبيتيبل اند كونسيستنت سيتادير يتعاودوا ويكونوا دي تيست كونسيستنت دي تيست سينجل لوجيكال كونسيبت يتستيو يعني ان لوجيك على فوا ويكونوا ايزولي دايران ان ايزوليشن سيتادير ما يعرفوا لي تيست هادو ما يعرفوها ما حتى معلومه على باز دو دوني ولا الويب ولا اليو اي. وبيان سور هذا باش يكونوا دي ار فاست هاد ليزولاسيون تغارونتينا باللي اليونيت تيست تاعنا راهم يكونوا سريعين باش يتيكزيكوتاو. القوانين الثلاثة تاع تي دي دي سولو انكل باب اللي راهو في لافوتو ادروات ولا روبر سيسيل مارتين هذا هو اسمه دار ثلاثة قواعد تاع تي دي دي هادهم الثلاث قواعد راهم تقدروا تقراوهم مي بور لي سامبليفي باش نبسطوهم. القاعدة الأولى تقول لك ما تقدرش تكتب ان كود دو برودكسيون سيتادير ان كود اللي راح يحل لك المشكل اللي راح تقدرش تكتب
ولا تبدا تحل مشكل تاعك لكان ما عندكش ان تيست. وهذا التيست لازم تشوفه فيل التيست، سيتادير تيست ما جاش بنجاح. النقطة الثانية يقول لك ما تقدرش تكتب ما تقدرش تكتب انوتر يونيت تيست لكان اليونيت تيست اللي قبله ما كتبتلوش كود دو برودكسيون ويكون جاز اون سوكسي. ما نزيدوش نكتبوا انوتر تيست يعني اختبار واحد اخر، لكن عندنا هنايا في البدايه لكن عندنا اختبار مازال ما درناهش يجوز، راهو فيلد رانا في الروج. لكن هذاك ما الاول ما جاز ما نقدروش نزيدو نكتبوا انوتر تيست غير لكن كتبنا البرودكشن تيست اللي يجوز لنا التيست الاول، يعني في النقطه الاولى. والنقطه الثالثه ما نقدروش نكتبوا ان كود انكور دو برودكسيون حتى نكتبوا انكور ان تيست اللي راح يفيلي. هادو كامل يخلونا نكتبوا جوست لو كود اللي رانا نحتاجوه، ما نزيدوش اكثر كود دو برودكسيون اكثر من حاجتنا. هاد ثلاثه نقاط ولا باختصار هذا هو الشيء قاعد يقول لنا، نكتبوا المره الاولى نكتبوا ان كود ولا فيل تيست في النقطه الاولى يكون السيستم تاعنا دو تيست ولا الفريم ورك دو تيست تاعنا يعطينا نشوفوا فيه اللون الاحمر الروج. نكتبوا ان كود دو برودكسيون جوست يكون بسيط في البدايه، نكتبوا الكود بسيط غير باش نشوفوا لا كولور فيرت ولا الجرين. ابري تما نديروا كي لكن رحنا للجرين نجوزوا للريفاكتورينغ. الريفاكتورينغ هو باش نغيروا الكود بصح النتيجة ما تتغيرش، البيهيفير ما يتغيرش. لكن كان رجعنا لكن الريفاكتور تاعنا بوسانا ولا بريكانا ولا كاسنا لو كود نعاودو نديرو لو سيكل ينسي دو سويت. لكن الريفاكتورينغ ما يعاونش باش نجوزو التيست. هذا اونكل بوب دار اوبسيرفاسيون، دار ملاحظة قال اني طحت في باترن كاين سيرتان براتيك هما اللي يجوزوا لي تيست. باش نجوز من الفير من الروج للفير هامليك واش لازم ندير في البدايه؟ واش لاحظ هاد لا ليست هادي يقولوا لها ترانسفورميشنز ولا التحويلات ولا لي ترانسفورماسيون. كل ما يكون التيست تاعنا بسيط ويكون ما يكونش معقد نستعملوا لي راهم من الفوق، وكل ما نهبطوا كل ما راح كي تعقد لنا التيست نهبطوا في القاعده واش من تحويل نيتيليزي. واش هم هاد التحويلات؟ الابسط تحويل الكود رانا بار اكزومبل عندنا ميثود ولا فونكسيون نحولها راهي فيد ما عندهاش كود تولي تعطيني نيل، ولا في الكا تاع الجافا سكريبت انديفايند يا اخي كيما نديروش ريتيرن في الجافا سكريبت بار ديفو عندنا انديفايند ينسي دو سويت. نهبطوا في التحويل تاعنا حتى كي يتعقد لنا التيست لازم نخيروا واش من ترانسفورماسيون راح نيتيليزيوها باش نجوزوا التيست تاعنا يولي من ريد ولا من اللون الاحمر يروح للجرين، سيتادير نمبليمونتي ولا لوجيك تاعنا. هاد التحويلات كما قلت لكم يعاونونا باش نمبليمونتي ولا لوجيك، والاستعمال تاعهم كل ما يكون المشكل معقد رانا نهبطوا في القائمه نخيروا وحده. درك نشوفوا في لابراتيك كيفاش نستعملوهم، وكاين في هنا اللين درك نحط اللين هذايا في لا ديسكريبسيون يحكي ان ارتيكل كيفاش نقدروا نستعملوهم. وبيان سور ما لازمش نستعملوهم هادو ما لازمش علينا نستعملوهم بطريقه اللي تكون مرتبه، نقدروا نستعملوهم بطريقه غير مرتبه بيان سور. كما قال بصح واش هي لا ديفيرونس انتر الترانسفورميشن والريفاكتورينغ؟ هاو كما قال هنا however refactorings are used to transform the structure of the code without altering its behavior. These transformations are used in order to change the behavior of the code. In particular we use these transformations to make failing tests pass. هذا واش كنت نقول لكم، ريفاكتورينغ يبدل لا ستركتور تاع الكود ولا البنيه تاع الكود بصح البيهيفير ولا الكومبورتمون تاع الكود والريزلت اللي يعطيه لنا ما يتبدلش، لكن لي ترانسفورماسيون هما اللي يبدلوا لنا البيهيفير. سيتادير الترانسفورماسيون هي العكس تاع الريفاكتورينغ، وفي زوج مهمين بيان سور. في هذا المثال راح نستعملوا كاتا، وراح نستعملوا اللي ما يعرفوش لي كاتا سي دي زيكزرسيس اللي نقدروا نعاودوهم
في البرمجة ولا في البروغراماسيون باش نميتريزيو سيرتان براتيك. لي كاتا هاد الكلمة جاية في لي زار مارسيو كيما الكاراتي و ينسي دو سويت. سي بور سا حط هادي لا فوتو تاع كلكان كي في دو كاراتي. الكاتا اللي راح نديروها في هاد البريزونطاسيون يقولوها رومان نيميرو الكاتا. ممكن ديجا ديرتوها ولا تعرفوها ديجا ولا شفتو ناس داروها. هادي سي ابسط كاتا تقدر ديرها باش تتعلم هادوك لي ترانسفورماسيون ولا تتعلم التي دي دي ولا لي ريغل تاع التي دي دي تولي تحطهم اون براتيك. سي ابسط كاتا تقدر تبدا بها. واحد قادر يقول لي وي مي رانا نحبوا ميتال من الحياه العمليه. نعم سي راني معاك. سي بيان يكون عندنا اكزامبل من لافي يكون ريال من لافي. لكن كنت تبدا به مش راح تفهم مليح التي دي دي. راه كاين عفايس معقده في التي دي دي لكن تلحق للتيست دابلز وتلحق كيفاش تيزولي لو كود تاعك كما كنا نقولوا كيفاش نديرو هون ايزولاسيون. راح تدخل في تعقيدات كنت تبدا بها هي راح تهرب من التي دي دي. وعلى هذيك الناس تلقاها ما تستعملش التي دي دي وتشوفوا مضيع على الوقت لانهم ما يمارسوهش بطريقه احترافيه ويتبعوا لي راجل لي كود تي دي دي. لكن تبع له لي راجل تاعو راح تكودي 3 فوا بلو رابيد لانه يخليك تركز غير على المشكل اللي لازم تحلو. ما يخليكش تحوس على كيفاش ندير في الباز دو دوني كيفاش ندير الويب كيفاش الام في سي كيفاش الفريم ورك كيفاش هادي كيفاش هادي. الناس تكتب بالتيست وفي راسها هاد العوامل الكل تلقاهم يضيعوا الوقت فيهم اكثر من انه يحل المشكل اللي راه لازم يحلو. هذه هي علاش الناس تشوفوا راهو مضيع على الوقت. وكاينه عفسه اخرى سيك تي دي دي لازم تبراتيكيه بالتيست فيرست. واش هو تيست فيرست؟ سي تادير نكتب كما قلنا نكتب لو تيست اولا نكتب الاختبار تاعي ولا التيست هو الاول ابري باش نكتب لو كود. لكن انا كتبت الكود اون برودكسيون ونشوف فيه راهو كامل وراهو يمشي وعلاش نكتب التيست تما راني ندخل في مضيعه على الوقت. لازم تكتب التيست اولا على خاطر وعلاش يقول لي واحد نكتب التيست اولا بلا ما عندي كود. راح تكون عندك يدير لك ان تشالنج كي تكتب لو تيست. كاين عفسه بسيكولوجيك لي ويدير لك التزام لي لازم تحل هذاك المشكل. وميم طون كيما قلنا راح يخليك تكتب غير الوقت غير الكود اللي تحتاجه لهذاك المشكل. ما ديرش اوفر انجينيرينغ معه. ما تخرجش على الموضوع تاع المشكل تاعك كي دير تيست فيرست. انا ني بديت مشروع صغير تاع الكاتا كيما قلنا انستاليت درت راح نديرو بالجافا سكريبت على كل حال. درت ان بروجي بالان بي ام هاي ليكم هادي ان بي ام انيت موان ايغريك سيتادير اوليو نبقى نكتب انتر ريبونديت بموان ايغريك ديريكتومون باش يدير لي الفيشي باكيج بوين جيزون. هاو ليكم الباكيج بوين جيزون راهو كرياه هاو ليكم هنا راه بور لو مومون كل جديد. انستاليت راح نستعمل الموكا والشاي. لكن واحد يتوليزي جازمين ولا يتوليزي جاست ما كانش مشكل يقدر يستعملهم. وفتحت الفيجوال كود ستوديو باش نبدا نكتب التست. واش الكاتا هذه واش تقول الكاتا هذه تاع رومان نيميرو الكاتا سي نكتب ان بروغرام اللي يدير لي التحويل تاع الارقام العربيه سي تادير الارقام اللي نستعملوها في حياتنا واللي نعرفوها كاع نحولوها لاعداد رومانيه. هذه هي واش تقول هذه تلقاوها هذا الكاتا في لي ليان رومان نيميرال كاتا. كاين نسيت لي فيه لي كاتا كودين دوجو بار اكزومبل هو اللي معروف فيه لي كاتا. كاين ناس ديجا لي داروا الحل تاع هذا الكاتا. يمكن تلقاو الحلول مختلفه. المهم حنا اللي كنا نستعملوا هاي هي الاولى رومان نيميرولز هاي ليكم اباوت دي كاتا. هذا واش تقول سي باش بار اكزومبل الواحد نحولوا الاي العشرة نحولوا الاكس السبعة نحولوا الفي افيك دو زي و انسي دو سويت. كيما قلنا نبداو في التيست نبداو بابسط ابسط مثال ولا ابسط سيناريو هو اللي نبدا به في التيست. وبيان سور لازم ندير بركه هنا ان كونفيغوراسيون موكا. انا نحب التيست تاعي نحطه في الرومان قلنا رومان
نيميرول سي هذا الفيشي اللي راح نستعمله سي تان فيشي جافا رومان نيميرول بوان سبيك نديرو تيست بوان سبيك نديرو هكذا باش نعرفو ونكري لو فيشي هنايا رومان هاتو ندير لو كوبي كولي كوبي بيست باش ناو ونديرو بوينت جي اس بوينت سبيك سي جوست اون كونفونسيون باش نعرف بلي لا سبيسيفيكاسيون تاعي هنا نمبورتي اكسبكت نخدم باكسبكت تاع تاع شاي كيما قلت لكم انستالي شاي هاو عرفو هنا ندير ديسكرايب في الموكا اي تيست يبدا بديسكرايب نقول له ديسكرايب التيتر رومان نيميرال كونفرتر دوزيام بارامتر تاع ديسكرايب سي لو كول باك تاع لي تيست لي تيست تاعي كاع يكونوا داخل هاد لا فونكسيون في الموكا كاع لي تيست يبداو بديسكرايب ابري نقدر يكونوا عندي على الانتيريور دوتر ديسكرايب امبريكي مي هنا نديروا لي تيست سامبل اول حاجه سيك نشوف باللي انايا الموكا تاعي راه يمشي الانستالاسيون تاعي راهي تمشي توجور نتشيكي باللي الانستالاسيون تمشي اللي درتها قول له هنا كيف كيف لا كونفونسيون بالموكا الايت يعني راني عندي مثال هنا ولا عندي تيست ات وركس باللي باش هذه نكتب واش حبيت وبيان سور ان كول باك تاع تيست نقول له اكسبكت اكسبكت لي امبورتيتها ابسط مثال هو نقول له ترو ايكوال ولا از ترو هذه سي دي اس ال يعني دومين سبيسيفيك لانجويج ولا لابي تاع الشاي هي اللي تمشي هكذا هنا نقول له ان بي ام تيست توكور تما راهو دار لي الجرين راهي تمشي كون ندير له ترو اس فالس يجيني روج فوالا تما راهو الانستالاسيون تاعي تمشي واش هو ابسط مثال تاع الرومان الرومان كونفرتر تاعي كيما قلنا نديرو تيست فيرست سي تادير ما عنديش كود انكور مي نكتب تيست واش هو ابسط مثال هو تاع الزيرو يعني الصفر اللي روما ما عندهمش الصفر ولا لي شيفر روما ما عندهمش الصفر واش نديرو ات كونفيرتس 0 تو نديرو ان شين دو كاركتر فيد هذا ما كان ستادير لا فونكسيون تاعي ال برون ان اونتي و ريتورن ان شين دو كاركتر سي سا سكو جاتون من لا فونكسيون تاعي ستادير نزيد ندير اكسبكت واش نسميها لا فونكسيون فروم نسميها فروم عربيك تو كور نعطيها بارامتر 0 هادي جيك يعني expect from Arabic with argument 0 to equal واش قلنا واش نستناو انشان دو كاركتر فيد اسكو هذا راح يجوز بيان سور ما يجوزش اتون ديرو ان انستالاسيون هنايا هكذا ايوا باش نسبليتي ما نحبش نيتيليزي هذيك لا كونسول تاع الفيزيوال تاع الفيزيوال كود ستوديو ما نباليش علاش الور نكتب هنا ونشوف تيست تاعي هنا هكذا راني قسمت انايا الشاشه تاعي ولا ليكرون تاعي باش نشوف باش ما بقاش هذا ابسط مثال اللي هو تاع الزيرو ات كونفيرتس زيرو تاع الاول ترانسفورماسيون واش قادره تكون ماشي لا ترانسفورماسيون الاولى باش نجوز التيست هنا نقدر نشوفوا لا ليست تاع لي ترانسفورماسيون راهي عند انكل بو في البلوغ تاعو وين راهي وين راهي وين راهي هاي ليكم من الكود كونفيرغ للنيل هادي اول ترانسفورماسيون سي تادير ما عنديش كود هنا نكري لا فونكسيون با كي يكون ان تروك سامبل نبداه توجور لو كود في لو ميم فيشي تاع تيست بلا ما ندير ان اوتر فيشي نخليه في لو ميم فيشي بور الي فيت ابري نقدر نرفد هذاك لو كود على فان و ونحطو في ان فيشي سيباري مي بور لو مومون نحطو في لو ميم فيشي معاه جوست بور اتر سور باللي يمشي واش قلنا
La fonction tana from arabic elle attend un entier arabe ou un chiffre arabe comme 0 ou هنا راهو عندي راني في الحاله راكم تشوفوا راني عندي comme هنا exactement راهو عندي راني عندي code فارغ c'est-à-dire وكم راني في الجافا سكريبت لو كود فيد الي نيل نيل هادي سي ك نيل هادي سي كوم لان ديفايند كيما روبي بار اكزومبل عنده نيل هادي هاد لو كود فيد تقدر تروتورني لي ان ديفايند كيفاش نجوز من نيل ولا من ان ديفايند نجوز هاي لكم نابليكي لا دوزيام ترانسفورماسيون من نيل نروح للكونستانت c'est-à-dire constant c'est-à-dire ندرلو une chaîne de caractères vide باش نجوز هذا التيست اللي هو une chaîne de caractères vide résultat تاعو اي بان نروتورني une chaîne de caractères vide هذا ابسط مثال باش نجوز التيست تاعي وهنا راني ملي كنت في الروج راني رحت للفير هذا الاول نشوفوا بلي هاد الكتابه راهي تكتبت لي هنا مع الموكا المثال الثاني شو ابسط مثال الثاني سي الواحد سي نعطي لا فونكسيون تاعي نجوز لها لو شيفر 1 ولا لونتي 1 ولا لو شيفر عرب 1 ات كونفيرتس 1 تو شحال هو ال1 هو الاي في لي شيفر رومان كاع نعرفوه نورمالمون هنا نقدر ندير كوبي كولي تو سامبلومون لا بيان سور سي تي شان دو كاركتر هنا شوى الى ايشوي لو تيست تاعي مشي كتابه نكتب يعني لو مينيموم دو كود باش نجوز تيست هنا وش هي ترانسفورماسيون اللي تقدر تعاوني هنا ما راني في الانكونديشنال نشوف فيها باللي تقدر تعاوني باسكو علاش زيرو إلي كونسيديري كم فالس دي فوا في الجافا سكريبت ولا إلي سرا كونسيديري كم فالس هنا نقول له إف عربيك هنا ندير أن برانشمون بالإف ملي كان عندي ما عنديش الكوندنشيونال يولي عندي كما قلت لكم هذه ما لازمش نستعملوها بالترتيب الترتيب يعاون سيتادير باش نشوف من البسيط للمعقد مي دي فوا ما نقدروا من ريسبكتيوها الشا سي با الفو با ان ريسبكتيوها على كيما راهم اف ارابيك تو سامبلومون نقول له ريتورني اي راني مازلت في الكونستانت لكن تشوفوا راني درت برانشمون تما راني درت دو ترانسفورماسيون مي روتورنيت ان كونستانت المثال الثاني ما هنا راني راح نزيد ندير كوبي كولي سي تادير هذه باش ما نعاودش نبقى ندير كوبي كولي ندير ان فونكسيون لي تكري لي لا فونكسيون تاع تيست تاعي نقول له ميك تيست سي اون فونكسيون كي برون الارابيك والاكسبكتد المام الروتورن ان فونكسيون سي تادير سي اون فونكسيون فاكتوري كي روتورن ان فونكسيون هذه ما عندهاش علاقه سي جوست باش ما نبقاش انايا نعاود ندير كوبي كولي هذوك ترو تورني فونكسيون لا فونكسيون هادي واش راح دير الفونكسيون هادي هي تشد ها سي كيما هنايا اكسبكت ارابيك تعطيني اكسبكتد هنا درنا الهاير اوردر فانكشن تاع الجافا سكريبت باش نكريو لا فونكسيون تاع التيست وهنا نقدر نرومبلاسي هادي بميك تيست حنا قلنا 0 شان دو كاركتر لكن جاز راني مليح هاي جاز هاي نعاود هادي هنا نعاود هادي هنا الان اي اوبس واش قال لي وي درت هنا هكذا خلاص ماتنو
التست اللي يكون بسيط تاني سي دو سيناريو تاع دو، يعني كي نعطيه 2 يعطيني واحد، يقدر يقول لي وي امام هذه كنت قادر دير لها ريفاكتورين، مي معليش ديروها هكذا باش ما نعقدوش الامور بزاف. بيان سور يفيلي تيست، انا لازم نشوف هذا سي تان بون سيني تاع الفيل في البرومي، باسكو ما كتبتش لو كود تاع السيناريو هذاك ومشالي. نكتب ابسط كود اللي يجوز لي، اف ارابيك ايت ايغال ا 2 ايت ايغال ا 2، هذا ابسط كود دو برودكسيون باش يجوز لي تيست هذا تاع 2 بيان سير يجوز. مي نشوف بلي عندي باترن ولا عندي ريبيتيسيون هنايا، هنا بكل بساطه نقدر نكون نعرف شويه الجافا سكريبت، نقدر هذه نحيها بلا ونعتمد غير على الاي باش نكون كاتيني. واش ندير؟ نستعمل الstring constructor بالبروتوتايب، عنده لا ميثود ريبيت، ندير لها كول في الكونتكست تاع الاي، شحال من مره نعاود سي تادير ريبيت، راني عاودتها اوتون دو فوا بلو شيفر ارابيك. هنا قاعد نقول له كونكاتيني لو اي اوتون دو فوا، يعني على حسب كونكاتيني حسب العدد اللي راه في لا فاريابل ولا لا فالور اللي راهي في لا فاريابل ارابيك. سي اوليو ندير بوكلا نقدر ندير ريبيت، هذا ما كان. اي بيان سور ابري ريفاكتورينغ راه يجازت. ماتنو تروا راح يجوز سير، ما كان لاه نديرها، تسمى ماضية على الوقت كون نديرها باسكو درت الريبيت. الكات معقد بارابور للسانك، باسكو الكات راهو شحال في اي ولا اي في، اي في الكات. اتون نشوفو رومان رومان نيميرول باش نتاكدو كونيكسيون راهي تاع الجيري تيليكوم مش حاجه. رومان نيميرول رابيد تيبل، نزيدو نفتحو ويكيبيديا ونشوفو. انا نعتقد باللي هكذا الكات. على كل حال الكات راهو معقد، نديرو السانك. علاش سانك؟ فيه غير الفي، الفي سيك سهل باش نلقاو الحل. كما قلنا ما تنساوش التست، التست راهو باش يعطيكم ثقه في النفس، لكن سيرتو في خاصه في لي سيناريو الاولين، لكن ما عطاكش الثقه في النفس ولا تشوف واحد اللي صعيبه عليك، روح لابسط حاجات ديما، روح تروح الحاجه البسيطه اللي تلقى لها الحل رابيدمون. هنا بكل بساطة نقدر ندير اون اوتر ترانسفورماسيون تاع الاف اللي راه هنايا، نزيد ندير ان اوتر برونشمون تاع الاف، نقول اف ارابيك ايتيغال 5. هذه هي ابسط حل تاع التيست اللي نقدر نديرو، نقول له ريتيرن في. هنا هذه الكاتا كما قلنا باش نشوفو المبادئ لي برينسيپ تاع تي دي دي، هذا هو فاش يعاوننا. دير التست، انا درت خطا كتبت الكود قبل ما نشوف الفيلين تيست، اسمحوا لي هاني كومونتيت. دير التست يعطيني 5 زي، انا مش هذا واش راني حايب، راني حايب هكذا. ماتنو راني جست لل من روج للجرين. سيس دلا كونكاتيناسيون، سيس على ما اعتقد راهو هكذا في اي. نقدر نبروفيتي نشوف هنا كيما درت الكونكاتيناسيون تاع ليزي، وعلاش ما نقدرش نزيد نشوف كيفاش نقدر نكونكاتيني الفي للاي. نقدر ندير هاد لا كونكاتيناسيون، تقدر نعطيه 6 يعطيني في اي. زيد نتاكد من الكات، نتاكد من الكات ولا
كما قلنا الكات اي في 6 في اي فوالا في اي. هنا لازم نشوف باللي راهو يفيلي. نعم راهو ما يكونفيرتيش. كيفاش نقدر نبروفيتي من هادي باش نجوز هادي هنايا يعني. هنا راهو ولا بلو سبيسيفيك التست تاعي. لازم القاعده في التستين كل ما يولي التست بلو سبيسيفيك لازم نروحو فير يكون الحل تاعنا بلو جينيريك. هنا علاش هو يشوى؟ هنا راهو سبيسيفيك هنا يلي سبيسيفيك سيتادير من راهي هنا راهو خاص غير بالرقم خمسة تيست راهو مش معمم على اعداد اخرى. هنا لازم نعمم التيست تستي لازم يتعمم على اعداد اخرى. كيفاش هل يقدر يتعمم؟ لازم نديرو دوتر ترانسفورماسيون ولا تحويلات اخرى على الكود تاعي باش يقدر يولي يتعمم. واحد من لي ترانسفورماسيون اللي يقدر يجيبوا لكم حلول راني نشوف هنا راني درتها كونستانت وما زالت كونستانت وهنا راهي كونستانت هنا راهي كونستانت. واحده من الحلول يعني العدد الروماني تاعي راهو توجور ثابت. لازم نخرج باش نعممها. اول خطوه لازم نخرج من لا فاسون ولا من لا فالور كونستانت نديروها ان فالور سكالير ولا ناجوتي وان فاريابل سيتادير نديرو متغير نديرو متغير. وهذه راهي تحويله من التحويلات من الكونستانت نروحو للسكالر سيتادير ريبليسين كونستانت ويذ فاريبل اور ارغيمنت. هنا سوا نزيدو ان ارغيمون سوا نديرو ان فاريابل هذه هي السكالر. هنا واش نديرو؟ نديرو لات رومان هذا هو المتغير تاعي اللي نزيدوه باش نبداو نعمو الكود تاعنا. راهو هو راهو راهو خاص غير الرقم خمسة. واش هو الكونستانت اللي راهي بار ديفو؟ هي هاد لاشين دو كاركتير فيد راهي سيتادير نينيسياليزيوه ولا نبداوه بلا فالور بالقيمه الاوليه تاعو راح تكون غير هاد لا فالور. بيان سور كي رومبلاسيناها لتما لازم نزيدو نديروها هنا. ميتنو كيفاش نجوز باش رقم ستة الروماني ما يعطينيش سي زي بصح يعطيني الفي اي. كيفاش نجوزها هادي؟ من هنا حكايه واحده اخرى. هنا نديرو بعض التحويلات ولا نديرو ريفاكتورينغ يعني الستة راهو اكبر من الخمسة سيتادير لكن العدد العربي ولا الارابيك نمبر اكبر من او يساوي خمسة ما نديرش ريتيرن. لكن واش ندير؟ الرومان تاعي نكونكاتينيه ندير كونكاتيناسيون للفي والارابيك نقص منه الرقم خمسة. هذه هي التحويله الاولى. الان نشوف اسكو يجوز تيست تاعي ولا لا. لا نشوف فيه راهو ما جازش. وين راه ما جاز باسكو ما درتش هنا ما زدتش درت له الكونكاتيناسيون. هذه وسي لازم ندير له كونكاتيناسيون سي تهدر لكان وهكذا نقول له ايتيغال ان تستي هلا. الان راهو جاز. فهمنا واش صرا؟ زدت ان فاريابل هاد لا فاريابل باش ما يوليش ما نوليش تولي القيمه تاع العدد الروماني اللي راح نرجعو من الفونكسيون راح تكون ثابته لا مش ها كونستانت راهي كانت كونستانت. هنا درت ان فاريابل اديسيونيل ولا دخلت متغير هذاك المتغير نكونكاتيني له الرقم خمسة لكن عندي اون انبوت لكن عندي الارابيك اكبر من او يساوي خمسة والقيمه تاع الارابيك نزيد نقص منها خمسة هكذا. لكن عندي ستة راح يبقى لي الواحد لكن عندي الواحد راح نقدر ندخل في لا كونديسيون هذه. وهنا نزيد نخدم كونكاتيناسيون مع الرومان اللي هو خمسة هنا بالفي بالروماني لكن خمسة راهو ما يدخلش على خاطر الارابيك تاعي يكون صفر على ديك الان والدو جازو.
لكانوا خمسة كيف لكانوا قلنا خمسة وي ما يدخلش، لكانوا أكبر من خمسة ستة مثلا راهو يدخل ويزيد اي واحد باسكو الارابيك تاعي راهو واحد. هذه باش نزيدو نثبتوها نديرو الرقم سبعة باش نثبتوها، يقدر يكون كاتيني سبعة في الانبوت الارابيك تاعي راهو سبعة، راكم تشوفوا راهو زاد دار لا كونكاتيناسيون تاع في اي. والثمانية بيك على كل حال نفس الشيء، تعذير ما كلها نزيد نضيع الوقت وندير رقم 8 على بالي راهي راح يجوز، لكن رقم 9 راهو اكس اي كيما رقم 4 كيما رقم 4 وهكذا كون نديرو راهو اي اكس بليتو سيتادير 10 موانز 1. هنا التست لو بلو سامبل سي كيما درنا مع الخمسة راح يكون عندنا هو الاكس ولا رقم 10. ندير رقم 10 وما نديرش 9 بور لو مومون، نروح توجور للتست اللي يعطيني ثقة في نفسي ويعطيني حلول اخرى دونك نفهموا علاش. بيان سور لازم نشوف الروج ولا اللون الاحمر، عندي هنا 5 بلس 4 اي تما لا لوجيك تاعي لهذيك اللي راهي صحيحه. واش ندير؟ نجرب ندير ولا على بالي راح تمشي مشيني راح نجرب نفس الشيء مع خمسة درناه نديرو هنا ونرومبلاسيو العشرة والفي نرومبلاسيوهم نرومبلاسيوهم كوم يل سابيل نرومبلاسيوهم بالإكس و ونتستي اسكو يجوز. نعم جاز. ماتنو رانا نشوفو بلي عندنا ان باترن هنا وهنا وشي سيك لا ميم شوز هنا راهي تصرا هنا. وشي الحاجه اللي تقدر ولا وشي هو التست اللي نقدر نكتبو باش نحيي هاد الريبيتيسيون ولا هاد الباترن؟ نقدر نديرو معمم، راني نخمم نروح لي ترانسفورماسيون تاعي، راني نشوف هنا كاينه وحده الايفي واللي وايل عندي عفصه في راسي. لو نيميرو 20 راهو اكس اكس تادير 2 اكس 10 بلس 10. كون ندير التاس تاع 20 اسكو نقدر نابليكي هذيك لا بوكل وايل؟ هنا علاش درت راح ندير لا بوكل وايل، راح نزيد نعمم باش نحي هاد لي دو، لازم لي نزيد نخرج من سبيسيفيك ونروح فير لو جينيريك، ستادير راهو خاص غير ب 10 و 5 هاد التاست ولا هاد الحل. كيفاش نقدر نعمو باش نروح للارقام اخرى ويخرج لي النتيجه للارقام الاخرى؟ نحولوا الاي في الوايل، راهي خاصيه في البرمجه باش نعمم هذاك لو بوت كود تاعي ولا هذاك الجزء من البرنامج تاعي باش يتعمم يولي لي حل يقدر يقيس قداه فالور. الايف الي سبيسيفيك، الوايل الي جينيريك، سي سا لا ديفيرونس. نتستي نشوف اولا بالفان ما شفناش اسكو الروج ولا لا قبل ما نبدلها. بيان سور الفو با يجوز راهو ما جازش. هنا ندير الوايل نشوف اسكو الوايل يجوز لي الفان ولا لا هاو جاز. ماتنو جو بونس لي راني واجد، راني عممت شويه الكود تاعي، نشوف لكن راني واجد الان للرقم 4 سي تادير. وعلاش نشوف لكن راني واجد للرقم 4؟ نسي ندير هاد لابارتي نشوف اسكو تجوز لي رقم 4 ولا لا تقدير. لازم نروح فير لو شومان تاع الالغوريتم تاعي. هنا واش قلنا واش يعطينا؟ اي في هيك هكذا 4 اي في رقم 4 اي في. نشوف الرقم نشوف اللون الاحمر راهي الحالة روج. هنا نرومبلاسي الخمسة بربعة اي في
نعم أنا جاهز. نو عندي هاد الباترن كلش نديرو ماتنو وايل، ندير كل شيء وايل بهادو. اسكو نلحق نفس النتيجة؟ راني لحقت. واش بقالي؟ قالي هاد لابارتي، اسكو هادي نقدر نديرها؟ ما تنساوش هاد الكوبي كولي اللي ندير فيه راهو مهم جدا. هاد يعني قد يقول لي بلي راهو عندك هم باترن، لكن شفت رواحكم ديروا كوبي كولي بزاف، راهو عندكم هم باترن دون بارتي اللي راهي لازم تعموها، بالك من ايف ولا تولي لكم وايل ولا بوك اللي تساعدكم. هنا نقول له اكبر من يساوي واحد هكذا، والارابيك ناقص واحد. نشوف اسكو يجوز. راكم تشوفوا واش راني نشوف، راهو جاز التست. واحد زوج ثلاثة أربعة، راهو عندي باترن يا جماعة، راني لقيت الباترن تاع الالغوريتم تاعي. متنو باش نروح لتعميمة واحدة أخرى ولا نزيد نعمم هذه، لازم ندير إينوتر بوكل. هنا باش ندير إينوتر بوكل لازم نزيد ندير لانتروديكسيون تاع اون فاريابل واحدة أخرى، مي هاد لا فاريابل راح تكون كونفيغوراسيون، كونفيغوراسيون تاع لي شيفر رومان. هذا ما كان هاد لا كونفيغوراسيون ديروها كونستانت لبرا باش ما يكريناش ان اوبجي ا شاك اكزيكيسيون، نديروها في الموديول تاعنا تاع النود جي اس ولا تاع الجافا سكريبت، نسميها رومانز، ونستعملوا شويه الاي اس اكس كلاسز اللي هي الماب، ما نديروش كل ايرو فانكشنز ولات والكونست، هادي سي سي في الاي اس اكس. نبداو بالرقم 10 رومانز ماب، تسمى سيت الماب، ال برون ان فالور اللي هي الان، الان مابيه للاي، ولا نبداو بعشرة خير نتستيو به. هنا نديرو نديرو رومانس فور ايتش واش عندنا رومانز وسي باسكو راهي عندها الايتيريشن، نديرو فور ايتش. هويا واش ال برون كل باك، الكل باك يبدا من الفاليو، الفاليو تاعنا سي كوا؟ الفاليو سي الاكس. هنايا الاكس سي تادير هو الجليف، و التان هي الديجيت، و على الانتيريور نديرو الوايل تاعنا. زدنا ينوتر بوكل باش نزيدو نعمو الحل. هو هاد لا بوكل واش درت لنا؟ كريات لنا اونكور دو فاريابل اديسيونيل على الانتيريور، سي تادير الديس تاعي نقدر نرومبلاسيه اونكور بالديجيت، الاكس نرومبلاسيه بالجليف، وهنا نزيد ندرلو ديجيت. هادي ينوتر ترانسفورماسيون، ونشوف اسكو الديس يبقى يجوز ولا لا. لا راهو مازال يجوز التست تاعي تاع الديس. تسمى هنا واش لازمني ندير؟ نجرب ندير واش عندي سانك، نزيد ندير سانك الفي، نزيد ندير الكات، الكات قلنا اي في، نزيد ندير الان اللي هو تو سامبلومون اي. هادو بور لو مومون كومونتيهم، مازال يجوز تيست. راني لقيت الالغوريتم تاعي، راني لقيتو. ماتنو لازم نجيب لا كونفيغوراسيون. انا درت ديجا هاد الحل من قبل في الوركشوب اللي قلت لكم تاع الجيز تاك ميتاب. عندي لا كونفيغوراسيون نقدر نجيبها باش ما نعاودش نكتبها، بديتها من ميل هاد لا كونفيغوراسيون، فوالا باش ما نقدرش باش ما نعاودش نكتبها. فوالا مازال يجوز. ماتنو ندير ادج كيس باغ اكزومبل تاع نيميرو 2020 تاع لاني اللي رانا فيها، ربي يرفع علينا البلاء ان شاء الله. هادي شحال تعطيني 2020؟ لازم نستعمل كونفرتر. هذا سيت قول له 2020، هاي ليك 2020. هذا هي واش لازم يعطيني، نشوف اسكو تجوز ولا لا. اوبس 2020 تو اي في، علاش؟ باسكو راهي كات هنا، ما بدلتش البارامتر، تستيعي برك غلط. فوالا 2020 راهي جاست
وبيان سور لازم نبدل هنا باش نعرف باسكو ولا لي دوكيمونطاسيون تيست تاعي با يعني ماشي حاجه معقده بزاف هذا فوالا الالغوريتم تاعي تاع لا كونفيرسيون من لي شيفر عرب لي شيفر لي شيفر فير لي شيفر رومان ميتنون كي مشى لي لو كود نديرو كونفيشي اون برودكسيون نسميه رومان نيميرول دوت جي اس ندير له موديول دوت اكسبورتس لا اكسبورت فروم عربيك هادي هي ونزيد هنا نعاود نيمبورتيه سينو يدير لي ايرور في التيست نعاود نقول له كونست فروم عربيك ايت ايغال ريكواير رومان نيميرول فروم عربيك از نوت فانكشن كاين بروبليم في الاكسبور اكسبورتس مش اكسبور فوالا راهو مازال يجوز هذا هو تو سامبلومون لانتروديكسيون تيست دريفن ديفلوبمنت واش نقدروا نستفادوا منها نقدروا باللي كاتا نتعلموا تيست دريفن ديفلوبمنت الانسان كي يكون عنده شويه وقت يشد كاتا ويبقى يخدم عليها حتى يميتريزيها بيان ويميتريزي لي كونسيبت تاع دي دي فهمنا التيست سايكل اللي هو ريد جرين ريفاكتور وفهمنا باللي ريفاكتورينغ اللي يبدل لي لو كود وما يبدلش البيهافير مي لازم لنا دي فوا باش نجوز التيست نبدلوا البيهافير شفنا واش هما لي ترانسفورميشنز ولا التحويلات ولا ترانسفورماسيون درك نحط لي ليان تاع الكود هذا فير الجيت هاب ونحط لي ليان تاع الارتيكل تاع اونكل بوب تاع لي ترانسفورميشنز ولا كيفاش سماهم هو the transformation priority premise واش معناها راهي لا بريوريتي ولا الاولويه مع عند البريمايز هذيك يعني الاولويه تاع هاد التحويلات يعني مش مهمه شكون هو الاول شكون هو الثاني ومام هو واش يقول في الارتيكل ممكن كاين داتر او قال there are likely others سيتادير قادر يكونوا واحد اخرين اللي هو مازال ما ديكوفراهمش لكن نتوما تلقاو التحويلات تاعكم اللي تسحقوهم باش تجوزوا التيست هذا هو الانترودكسيون للتي دي دي التيست سايكل وترانسفورميشنز ان شاء الله تفيدكم وتبقاو تعاودوا في هذا الكاتا باي لونغاج انا كي نجي نتعلم لونغاج توجور ندير هذا الكاتا باش ندير مدخل رابيد لهذاك اللونغاج والتيست التيست دريفن ديفلوبمنت هو واحد من الادوات تاع التعلم تاع العفايس الجدد تاعي بارك الله فيكم على بروشان ان شاء الله السلام عليكم